ما بس مش قلقاني لانها تيجي، لكن الحاجات المقومات التانية لو هي مش عنده يعني هي صعب انها تيجي. طب احنا معانا بقى يعني الكابتن الكبير جدا جدا يعني ولكل دماغه كوره، الكابتن دكتور طه اسماعيل. اهلا بيك يا دكتور. اهلا يا ميدو، ازيك يا حبيبي؟ يعني انا مش عايز اقول لك انا سعيد قد ايه بهذه المداخله يعني. الله يخليك حبيبي. ومعايا كابتن احمد حسن استاكوزا دكتور، بيسلم على حضرتك. الله يسلمك ويسلمك كابتن. ربنا كل سنه وحضرتك طيب الاول، ودايما ودايما بنسعد بحضرتك يعني في اي مكان بتتواجد فيه، ودايما بنسعد بارائك الفنيه كمان وكلامك اللي في الكوره في الصميم بصراحه. ربنا يخليك حبيبي. يعني دكتور اكيد كل الجماهير الاهلاويه يعني طالما حضرتك موجود يعني اكيد مستنيه روشته من حضرتك النادي الاهلي في المباراه المقبله للنجم الساحلي. بقول لك ايه، هي المساله ما فيهاش روشتات ولا كلام من ده، يعني شوف النادي الاهلي على راس الجهاز الفني كابتن حسام بدري ومساعديه وكلهم ناس محترمين وكلهم ناس لهم خبرات كبيره جدا وكلهم قريبين من الفرقه وعارفين امكانيات اللعيبه الحاليه الان والحالات بقى اللي هتخف واللي هتقدر تدخل واللي كده، فكل الامور ديت يعني هم ملمين بيها اكثر وهم عارفين كل حاجه، يعني مفيش مجال ان احنا نقول اي حاجه، يعني سيب الناس تفكر كويس وما نشوشرش عليهم باي كلام قد يعني يعمل زي ما بقول لك شوشره، يعني كلهم بيفكروا دلوقتي بعمق الايام اللي جايه دي بيومين ثلاثه لحد يوم الاحد، وربنا سبحانه وتعالى يوفقهم ان شاء الله. والنادي الاهلي طبعا يعني عنده الخبرات في مثل هذه المواقف الحاسمه اللي هي مواقف البطولات وقبل البطولات، اللعيبه عندها الخبره الكبيره ازاي يعني تواجه الضغوطات خاصه بمثل هذه المباريات، في ضغوطات كبيره جدا بتبقى دايما، لكن اعتقد ان النادي الاهلي عنده من الخبرات الكبيره انه مر بمثل هذه الضغوطات كثيره، سواء حتى الجهاز الفني يمكن الكابتن حسام بدري مر بيها طبعا، هو مدير فني وكسب بطوله افريقيا سنه 2000 وكام ما اعرفش اللي هي اخر مره هو كسب فيها، لا اللي هي كسب فيها الترجي فيها 2012 اعتقد 2012 والحقيقه هو خد الفريق بشكل رائع جدا والفريق عمل رغم تعادله هنا 1-1 لكن عمل مباراه كبيره هناك بالظبط، والنادي الاهلي يعني عاده ما بتفرقش عنده يلعب هنا ويلعب بره لان هو ده لها بجديه. صحيح المباراه بتاعت النجم الساحلي ان هم فازوا علينا 2-1 وهنا محتاجين ان احنا نفوز باذن الله تعالى على الاقل 1-0 يأهلنا وممكن نفوز اكثر من كده. فهنا انا شايف طبعا العمليه بتبقى عايزه حنكه كبيره جدا من المدرب لانه هتهاجم تخشى انك تفتح بالظبط هتدافع يبقى مش هتجيب جول بالظبط، فهنا بقى ازاي تعمل التوازن اللي يسمح لك يميل الى الناحيه الهجوميه لكن في نفس الوقت تكون مامن نفسك بشكل كويس، لان برضه فريق النجم الساحلي ما اعتقدش ان هو هيجي يلعب على دافع يطلع 0-0 ويتاهل معه 0-0 يتاهله. اعتقد ان هو برضه هيبقى مبادر وعايز برضه ايه يعني يعقد الامور ان هو في مش ما يمنع فيها هجمات مرتده ممكن يسجل فيها يعقد الامور بالنسبه للنادي الاهلي، عشان كده انا شايف ان يعني المباراه في ادارتها اولا في اختيار الفريق ليست سهله محتاجه توفيق كبير جدا من المدير الفني موفق فيها، انا ما اقدرش اقول لك ازاي لكن هي يعني بتبقى عنده الحدث وعنده الاحساس انه ده الشكل الامثل، عنده اداره المباراه مهم جدا ان هو يديرها بشكل كويس جدا لانه المباراه دقيقه بدقيقه محتاج ان هو يكون حاضر في الملعب مع اللعيبه بالظبط وقاري بالظبط المستجدات اللي تحصل بعد شويه بعد كذا يبقى حاسس فيها، هيقسم الوقت بتاع المباراه بشكل او باخر التاكتكس اللي هيعملها يبقى هو برضو مفكر في الموضوع ده كويس والتوفيق يخدمه في ان هو يعني التخطيط اللي هيعمله يمشي معاه بشكل كويس، اكيد مهم انك انت بتخطط لكن في نفس الوقت برضه محتاج انك انت تبقى موفق اكيد ممكن هذا التخطيط يجيب نتيجه كويسه في البدايه ممكن انك تسجل يجي لك فرصه وطمانين انك انت تلعب بقى بشكل كويس لانك انت جبت الجول خلاص وبقيت اوريدي فايز 1-0 يبقى كانك تلعب مباراه جديده مع الفريق الثاني في انسى كل ده وبلعب بقى من جديد عايز اكسب وهو عايز يكسب. هي انا شايف ان العمليه يعني محتاجه توفيق ربنا سبحانه وتعالى للتدريب الفني في اختيار التشكيل الامثل
في إدارة المباراة بشكل كويس، التغييرات اللي هو يقدر يعملها برضه، في التوفيق في تحكيم يكون عادل يديلك حقك. حاجة مهمة جدا فعلا التوفيق. التوفيق في انك انت يعني لعبتك ما يوصفش حد اثناء اللعب، وتقدر تكمل اللعيبة بتاعتك، ما يحصلش حد لا سمح الله طرد ولا كذا، يعني دي كلها عوامل بتبقى في اليوم بتاع المباراة بيبقى ده يوم سعادة لما كل الامور دي تبقى معاك بالظبط، موفق في التشكيل بتاعك، موفق في انك انت فرص بتجيلك تستغلها، موفق في انه الحكم بيديلك حقك وما يجيش عليك بقى، حتى طبعا مش هيجي عليك بقى عمد احيانا بدون عمد، انما ممكن ان هو اي قرار يعمل ده قرار خاطئ او كذا، فبرضه كل الامور دي لما تبقى انت موفق فيها بقى هو ده يوم سعادة، وده اللي يعني احنا بنتمناه باذن الله تعالى. الجماهير هيبقى لها دور كويس جدا في مؤازره اكيد يا دكتور، اكيد لانه لازم الملعب يتملي زي المنتخب اكيد 50,000 ان شاء الله يملوا الاستاد ان شاء الله. دكتور طه لحظه اتفضل يا دكتور. يعني اللي حضرتك شفته المباراه السابقه، اتفضل اللي حضرتك شفته المباراه السابقه الاهلي والنجم في تونس، كان قلقك اداء النجم ولا المباراه تبقى مختلفه من حيث الاهداف ومن حيث النقاط اللي هيلعب عليها النجم الساحلي؟ شوف، هو يعني مباراه النجم ملخصها يعني في ثلاث اربع حاجات. نمره واحد ان هم يعني احنا ما قدرناش نضغط عليهم الضغط الكافي، خاصه في الهدف الثاني. ثاني تسديد تمام، يعني ما ينفعش ابدا واحد اديله فرصه يمرجح رجليه ويفضل يتنطع وبعدين يشوط. تمام، يعني في الكوره دايما من اول اسباب الاهداف اللي في الضغط على الراجل اللي بيسدد المساحات. تمام، اللعبه دي كان قريب منه لعيبه، يعني كان قريب منه السوليه، قريب منه ما اعرفش، لازم لازم اضغط عليه. زمان كنا واحنا بنعمل في التقسيمات نضحك على بعض ونقول مثلا والله ده ميدو ما بيشوطش كويس، نقول له ايه ما تخلوش يشوط التقسيمه. تمام يشوط. تمام تمام، دي حقيقه. هنا هنا بقى يمكن هي شوطه اللي هديك جول، ما اقولش والله ده ما بيعرفش يشوط سيبه، لا يمكن دي لازم واحد هيجي يرفع، لازم اعمل بلوك، يمكن ده الاوفر ده اللي هيجي الجول، ما فيش دي الدقائق الصغيره التفاصيل الصغيره اللي يجب ما يغفلش عنها البني ادم، لانه ممكن تكون التسديده هي اللي هتيجي الجول، ممكن الاوفر ده هو اللي هيرفع وهيجي منه جول، عشان كده الحاجات الصغيره دي لازم اللعيبه كلها تبقى صاحيه. الحاجه الثانيه برضو في المباراه ضيع الفرص، يعني في المباراه ديت ما تحتملش ضيع فرص كتير، يعني انا بدي لك فرصتين لازم اسجل منهم، ودي كانت مشكله برضو ان احنا يعني ما زال المهاجمين بتوعنا قليلين على الجول، خاصه ازارو يعني ما هوش موفق الفترة اللي فاتت في كل الفرص اللي بتجيله، وربما دي برضو يعني كابتن حسام بدري برضو اصر ان هو يديله في مباراة بتاع الدوري عشان يكسب ثقة. حضرتك شايفه ازاي يا دكتور ازارو؟ والله شوف، انا هقول لك على حاجة، انا اشوف المهاجم يجيب جوال بس، يعني لما اجيب مهاجم بتعاقد مع مهاجم بتعاقد معاه علشان يجيب جوال. يجيب جوال يعني ايه؟ يعني بقى عنده خبرات ومهارات في الانفراد، اقدر انفرادين اجيب منهم جول. تمام. تسديدين تسديدتين اجيب منهم جول. وبيقاس اي مهاجم في العالم باهدافه بكام هدف من كام فرصه. تمام. يعني يقول لك ميدو ده مثلا بيجيب جول من كل فرصتين. تمام. ده الكباسيتي بتاعه. تمام. معروف. حسام حسن قعد 2003 ل 2010 2093 ده ل 2000 كنا بنكسب 1-0 بالظبط جول ريجولر بالظبط، فمعروف ان هو بيجي له فرصتين بيجيب منهم جول، فلازم المهاجم يبقى عنده اكيد. طبعا دي مشكله عندنا ان بيجي فرص، يعني في انفرادات حصلت في مباراه الترجي، انفراد من النص الملعب بالظبط بالظبط، انفراد في مباراه النجم الساحلي من اتطرفت سابها لحد ما اتطرفت، هنا المشكله المباراه ديت مش بدها تحتمل، عشان كده انا بقول ربنا سبحانه وتعالى يوفق يا رب يا رب، لانه التوفيق في الفرص هي المباراه، خد بالك ممكن تلعب وتعمل وتحرز كل حاجه يبقى يمنى، مهم جدا انك انت تبقى في يوم لوحدك، ان لما جيلك فرصتين تسجل منهم. انا متاكد ان اللعيبه عندهم الثقه باذن الله تعالى، وعندهم الدافعيه، وعايزين يبسطوا هذه الجماهير الكبيره،
وعايزين نحققوا ناديهم حاجه كبيره. بقالنا مثلا 3 4 سنين ما كسبناش البطوله. ان شاء الله بامر الله تعالى يعني نكون موفقين فيها ان شاء الله. وندعو لكل الناس للجهاز الفني وندعو اللعيبه والجماهير ان يكون ده هو يوم سعد النادي الاهلي باذن الله تعالى وسعد مصر كلها. يا رب يا رب يا دكتور. الحديث معاك بيبقى ممتع جدا في الكوره، لكن للاسف يعني وقتنا يعني قرب على الانتهاء. دكتور طه اسماعيل طبعا يعني الفقيه الكروي الكبير متعنا بهذه المداخله الجميله جدا. شكرا جدا كابتن طه اسماعيل، حاجه جميله. اه طبعا حاجه جميله. انا قلت له دي روشته، اي مش هينفع اقول روشته بس ادي روشته يعني مش عايز اقول لك.